الأهلي النهارده هيختتم زي ما حضراتكم عارفين ومبارياته في الدوري قبل مواجهة الوداد المغربي في نهاية أفريقيا. طبعا عندنا كمان ماتش مهم جدا أمام سيراميكا كليوباترا، وهنتكلم كمان عن مصير محترفينا بعد نهاية الدوريات الأوروبية زي ما كنا برضو عرضنا في بداية الحلقة أنا وكريم. خلينا نرحب على كل حال بضيفنا أحمد أشرف الناقد الرياضي. بونجور جدا يا أحمد، صباح الهنا عليك. صباح النور على حضرتك وعلى أستاذ كريم والسادة المشاهدين. منور الدنيا كلها، سعداء لوجودك معانا، وزي ما سمعت كده من الهواء عندنا ملفات كتير هنفتحها معاك النهارده. تعالى بعد اذنك نستهل الكلام او نبتديه بماتش النهارده، ماتش زي ما دايما بنقول وبصفه خاصه في الفتره الاخيره اي لقاء للنادي الاهلي محليا غير محليا هو ماتش مهم ولازم نتعامل معاه على هذا الاساس عشان نوصل للي احنا واصلينه ده. حقيقي. ماتش مهم قدام فريق جيد الى حد كبير تحت قياده مدير فني مخضرم حلمي طولان. توقعاتك ايه الماتش النهارده؟ شايف ان كابتن حلمي طولان مثلا ممكن يقفل الماتش او يعني يقفل منطقه نص الملعب ويعتمد بالكامل على الهجمات المرتده، ولا مش بالضروره ممكن يشوف جيم مفتوح؟ توقعاتك ايه الماتش النهارده؟ طبعا هو زي ما حضرتك قلت الاهلي في المرحله دي او بشكل عام الموسم ده كل مباراه سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي الاهلي كل مباراه بياخدها خطوه بخطوه ستيب باي ستيب، لازم كل مباراه ويمكن مستر مارسيل كولر مفهم ده للعيبه ان كل مباراه دي بطوله بلعب عليها بركز عليها لازم احقق الانتصار، ويمكن عشان كده الاهلي ماشي بخطى ثابته. يعني انا كنت شايف ان قبل مباراه الوداد طبعا اصعب مرحله للنادي الاهلي هي الثلاث مباريات اللي كانوا قبل النهائي. الحمد لله عدينا مباراتين منهم قصاد انبي وطلاع الجيش، فوز مستحق. فالاهلي ماشي بخطه ثابته جدا، الراجل شغال باريحيه، بيقدر ان هو يعمل روتيشن بين اللعيبه، يريح اللعيبه الاساسيه لمباراه الوداد. فالدنيا ماشيه بشكل كويس جدا. مباراه النهارده طبعا هتبقى مباراه صعبه، من ما تقلش صعوبه عن المباراتين اللي فاتوا، يمكن انا شايفها المباراه الاصعب لان فرقه سيراميكا كليوباترا كمان فرقه هجوميه شويه عن انبي وعن طلاع الجيش، عندها عناصر هجوميه قويه، في ميدو جابر، في صلاح محسن، في احمد ياسر ريان، في محمد ابراهيم، فعندها عناصر قويه. اعتقد ان حلمي مستر كابتن حلمي طولان في مباراة النهارده، يعني كابتن حلمي بيلعب بتوازن شويه، شفناه مع انبي قصاد النادي الاهلي تعب النادي الاهلي كتير خصوصا الموسم اللي فات في مباراة الدور الثاني، وكان متقدم على النادي الاهلي قبل ما يرجع علي معلول ويسجل هدفين. فلا كابتن حلمي بيلعب بتوازن الى حد ما، يعني هيلعب بتوازن بس في نفس الوقت هيبقى ليه شكل هجومي، هيحاول يباغت النادي الاهلي بشكل مبكر في البدايه علشان يقدر ان هو يصعب الامور على النادي الاهلي، فده لازم نخلي بالنا منه. طبعا يعني هو هيلعب ب 4-2-3-1 اعتقد، وهيلعب بشكل هجومي شويه زي المباراه شفنا سيراميكا كليوباترا في المباراه الاخيره قصاد فيوتشر خسر 1-0، اي نعم لكن كان ليه محاولات كتير، لعب بشكل هجومي، فاعتقد ده اللي هيبدا بيه النهارده قصاد النادي الاهلي. طب انا عايز اسالك برضو عن فكره الروتيشن، يعني ناس كتيره كانت شايفه ان الصح اللي حصل في ماتش طلائع الجيش ان انت ما يعني كان في روتيشن بين اللعيبه واديت فرصه للعيبه وريحت لعيبه، هل ده برضو المفروض ان هو يحصل مع مباراه سيراميكا واخر ماتش للدوري قبل بقى ما نروح ان شاء الله ونستعد الاهلي والوداد؟ هل بتشوف ان ده لمصلحه المباراه القادمه اللي هي البعض بيقول عليها مش الاهم طبعا ولكن يمكن الاهم افريقيا اللي هي احنا محتاجين كل اللعيبه بكامل قوتهم بقيمه لياقتهم، بتشوف الصح ان الروتيشن يتم ولا لا بالعكس؟ اكيد طبعا، يعني يمكن المرحله دي هو خايف ان هو يحصل اي دروب يعني من مشكله اصابات، خايف من حصول شفنا الساعات الاخيره الناس مسكت قلوبها بعد اصابه حمدي فتحي حمدي فتحي، فكان في مشكله كبيره. طبعا هو النهارده مهم جدا الروتيشن اكيد، لكن اتوقع ان هو هيدي بعض العناصر الاساسيه بعض الوقت في المباراه النهارده على حسب سير المباراه، اعتقد ان هو ممكن يشرك بعض العناصر علشان يطمئن على الجاهزيه الفنيه للعناصر دي قبل مباراه الوداد، خصوصا ان دي المباراه الاخيره قبل مباراه الوداد. فاعتقد ان هو هيبدا بنفس التشكيل تقريبا اللي لعب مباراه طلائع الجيش وهيدي بعض العناصر الاساسيه في الشوط الثاني. على ذكر الوداد بقى تعال نروح شويه للماتشين دول ذهابا وايابا وتوقعاتك فيهم ايه، وفي ضوء مشاهدتك ليه يعني مشاركه الوداد المغربي في النسخه دي من بطوله افريقيا؟
والله هو الوداد مشي بشكل تصاعدي مشابه جدا للنادي الاهلي في بطوله افريقيا، يعني برضو كان بادئ بشكل مش جيد في دور المجموعات، خسر قدام شبيبه القبائل، وبعد كده بدا ان هو الامور تتظبط معاه، بدا ان هو يجمع نقط، صعد مركز اول، فالفريق تدريجيا في تصاعد، ومع رحيل كارلوس جاريدو والتعاقد مع المدرب البلجيكي سيفن فاندن بروك، الفريق تطور جدا. يعني شفناه في اخر ماتشين قصاد سان داونز، فريق يعني فريق تكتيكي بشكل كبير، قدر ان هو يحقق اللي هو عاوزه وياخد بطاقه الصعود، ويفاجئ كل اللي كانت معظم الحسابات ماشيه بسكه ان غالبا سان داونز هيكون هو اللي في النهايه. فاجئ الكل في مباراه العوده، المدرب بتاعهم هادي جدا، شبه يعني اسلوبه والتكتيك بتاعه قريب شويه من مستر كولر، المدرب هادي جدا، قدر ان هو يحقق اللي هو عاوزه. فالماتشين صعبين جدا جدا، ولازم مباراة الذهاب اللي في القاهرة أهم حاجة، أهم حاجة ما يدخلش أهداف، يعني ما يسكنش شباك النادي الأهلي إن شاء الله، إن شاء الله أهداف، دي أهم حاجة في مباراة الذهاب. ثانيا نفكر في الفوز وإزاي إن إحنا نسجل أهداف. شفنا يعني أنا أتمنى إن يبقى سيناريو مباراة الوداد شبيه شوية من مباراة الرجاء، اللعيبة كان عندها صبر كبير، قدرنا إن إحنا نسجل هدف في آخر الشوط الأول، وقدرنا ان احنا نسجل هدف في الشوط الثاني. فاتمنى ان سير مباراه الوداد يبقى مشابه لمباراه الرجاء باذن الله، ونكسب ان شاء الله على الاقل 2-0 يعني. طيب بص يا احمد، انا وكريم هنروح معاك محليا ونروح شويه عالميا ونرجع تاني. انا عايز اروح معاك بصراحه لليفربول ومحمد صلاح، وبقى لنا فتره طويله من بدايه الموسم بنقول ليس الموسم الافضل لليفربول، واتكلمنا عن الصعوبات اللي واجهته والهجوم الجماهيري اللي كان موجود عليه في الفترات اللي كان فيه تذبذب واضح في مستوى ليفربول، وقلنا حتى وقتها هو ليه الهجوم الكبير ده على محمد صلاح، ما هوش اللاعب الاوحد يعني في ليفربول عشان يتم مهاجمته بهذا الشكل. وبعد كده الدنيا اتعدلت شويه كفتها، بس هو كان ليه تصريح من يومين، مش تصريح رسمي يعني، بس هو كان اعرب ان هو حزين جدا وغير راضي وبيعتذر للجماهير عن المستوى اللي وصلوا له. فواضح ان في عدم توفيق مؤخرا مع ليفربول وصلاح. بتشوف ده عادي وبيعدي وده بيحصل مع كل الانديه العالميه، ولا اتس تايم ان صلاح يفكر في حاجه ثانيه؟ انا شايف ان ده بيحصل عادي جدا، والدليل ليفربول الموسم اللي فات كان راس براس مع ريال مدريد والسيتي، في سواء في دوري الابطال او في الدوري، فده بيحصل طبيعي جدا. وانا شايف ان صلاح على عكس ناس كتير بتقول ده اسوأ موسم ليه، بالعكس الراجل عامل بالظبط 46 مساهمه تهديفيه في 50 ماتش، جايب 30 جون وصنع 16 جون، ارقام كبيره جدا يعني. الراجل يعني انا معاكم ان ليفربول الفتره دي او الموسم ده كان سيء جدا على المستوى الجماعي على مستوى البطولات، لكن صلاح على المستوى الفردي كان متالق بشكل كبير. من الناس اللي دايما تعقيباتها وتعليقاتها على اي مباراه او اي فوز او حتى اي خساره غالبا بيكون كلامه متوازن قوي. المره دي يعني اخر كام يوم معظم تصريحاته حزيني حبتين، يعني هو مصرح فيها بشكل واضح بان هو حزين على اللي حاصل، وقال للجماهير احنا خذلناكم وخذلنا نفسنا. ده في حد ذاته خلى ناس نتيجة ان دي نبرة جديدة غير معهودة على محمد صلاح، تاخد الانطباع باللي نهواند كانت بتقول لك عليه، فكرة ان يمكن يبقى ان الاوان بقى، لان هو قبل كده طول الفترات اللي فاتت مفيش مرة كان ليه تصريحات مشابهة. يمكن انا شايف من وجهة نظري ان محمد صلاح الفترة اللي جاية هو هيكمل مع ليفربول، انا متوقع ان هو مش هيمشي لاسباب كتير، اولها ان هو بيبحث في الفترة اللي جاية دي على الارقام الفردية. هو صلاح يمكن خد الدوري، خد دوري الابطال، اكيد بان هو بيبحث على القاب جماعيه، بس في نفس الوقت الراجل من الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، ودي حاجه مش قليله جدا طبعا. يعني هو الهداف التاريخي في الدوري الانجليزي جايب 137 جون، الخامس هداف تاريخي 186 جون مع ستيفان جيرارد، فالموضوع مش سهل على صلاح ان هو يمشي. وغير كده كمان صلاح يعني دلوقتي داخل في 31 سنه، مش صغير يعني، مش هيبحث بقى على لازم يكمل مكان جديد اللي هو بناها في ليفربول. هو دلوقتي واخد وضعه في ليفربول، فاعتقد ان هو قرار ان هو يمشي صعب جدا، يعني هو واخد وضعه في ليفربول مش هيبدا من الصفر في فرقه تانية. فهو اكيد هو
عاوز يكمل مع ليفربول. هو اعتقد ان هو محتار شويه، بس اتمنى ان هو يكمل مع ليفربول. في ناس بتقول لك ان نهايه كل اللعيبه اللي هي الكبيره دي هيبقى في الدوريات الخليجيه، كان بدايتها كريستيانو، وبعد كده ناس كتير بترجح او بتتوقع ان برضو ميسي هيختم هناك، ومحمد صلاح. فيعني هو كلام ممكن يبقى دلوقتي الناس بتسمعه، يا ايه الكلام ده، بس هو ممكن يحصل، ممكن جدا، ممكن يحصل. وخصوصا انا قريت من فتره مش بعيده ليه تصريح من كام يوم بيقول فيه ما معناه، بس ارجع اقول لك ده كلام سوشيال ميديا، الله اعلم بمدى المصداقيه اللي فيه، بس يقال ان كريستيانو رونالدو قال ان الموسم اللي جاي ده هيبقى الدوري السعودي من اقوى 5 دوريات على مستوى العالم، وان هيتم الاستعانه ب10 اسماء من الصنف اللي يخض، هيتوزعوا على بعض الفرق السعوديه. وارجع واقول لكم والله اعلم الكلام ده صح ولا غلط. انا قريت في تقرير سعودي من اعتقد من شهر تقريبا او من شهرين، ان نادي اتحاد جده بيسعى سنه 2027 ان هو يتعاقد مع محمد صلاح. ده اللي قاله التقرير. اعتقد ان السعوديه الفتره اللي جايه هي بتبحث على فكره ان الدوري السعودي يبقى زيه زي الدوريات الاوروبيه الجاذبه، نجيب نجوم عالميين، وفي اكتر من لاعب بيتم التفاوض معاه زي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، في سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونه بيتم التفاوض معاه من اكتر من نادي سعودي، في كلام كتير. المرحله اللي جايه اعتقد فعلا الدوري السعودي هيبقى جاذب للنجوم، فممكن نشوف محمد صلاح ممكن، بس ما اعتقدش ان دلوقتي، يعني كمان كام سنه ممكن نشوف محمد صلاح في الدوري السعودي. كويس جدا. طب بالنسبه بقى للمحترفين بتوعنا، وهم بيتنقلوا حاليا من انديه مختلفه، في اللي راح الدوري الالماني، الدوري التركي وغيره، بتشوف برضو مين، سيبك من صلاح، مين من اكتر الاسماء اللي بتشدك عندنا المصريه اللي احترفت في الخارج، اللي شايف ان هو فعلا ماشي بخطوات سليمه جدا؟ يعني في اكتر من لاعب، يعني احنا شفنا احمد حجازي وطارق حامد عملوا موسم عظيم جدا مع عاملين حاله حلوه قوي مع الجمهور كمان، جدا جدا، ومتفاعلين بشكل كبير مع الجماهير. بنبارك لهم طبعا على فوزهم بالدوري السعودي مع نادي اتحاد جده، عاملين موسم عظيم جدا. بنشوف مصطفى محمد رغم المشاكل الكتير اللي حصلت له مؤخرا في مع نادي نانت الفرنسي، لكن بيقدم موسم الى حد ما جيد. في اكتر من محترف جدا، شوفنا تريزيجيه مؤخرا مع فريق ترابزون سبور مقدم موسم جيد، شفنا عمر مرموش مع فولفسبورج الالماني، يعني عمر مرموش كمان انتقل مؤخرا لنادي انتراخت فرانكفورت، هينتقل ليه ان شاء الله هيلعب معاه الموسم الجديد، خطوه كويسه جدا ليه، خصوصا نادي انتراخت بنسبه كبيره هيلعب دوري اوروبي، عنده نهائي كاس المانيا في حال الفوز بيه هيلعب دوري اوروبي، في حال لو خسر هيلعب دوري مؤتمر اوروبي، فكده كده في مشاركه قاريه هيشارك فيها عمر مرموش، وبالتالي الانظار هتكون حواليه بشكل كبير، يقدر ان هو يحقق بعد كده خطوه افضل. فالمحترفين بشكل عام الموسم اللي فات ده اللي خلص ده يعني كانوا بيأدوا بشكل كويس قوي، باستثناء اللي حصل مع مصطفى محمد ما نقدرش نقول مشاكل حصلت بسببه هو، مشاكل حصلت بسبب القضيه اللي احنا أكيد طبعا أكيد كلمنا عنها، وصحف كتيره بالمناسبه اوروبيه انتقدت اللي حصل مع مصطفى محمد، مش بس عربيه او اسلاميه طبعا، هو هي مش المشكله دي بس، هو كمان الدوري الفرنسي للمثليين، يعني هو كان في مشكله كمان، موضوع ان هو الصيام وان هو ما صامش قبل الماتش، وكان في حوار كده بسبب ان مدربه السابق قال له ما تصومش، فكان في لغط كبير حوالين مصطفى محمد الايام اللي فاتت، ومع ذلك هو قدم موسم جيد جدا، وبس اعتقد ان هو مش هيكمل في الدوري الفرنسي بسبب المشكله الاخيره. هل دي هل فعلا ممكن الموضوع يتصاعد لهذه الدرجه؟ يعني هو عندهم في وده المرجح في اوروبا تحديدا الموضوع ده عندهم مفيش تهاون، بس هو مش إجبار، يعني ما ده انا مش فاهماه، كنا لسه بنتكلم في النقطه دي، يعني مش عايزه تشاركي معانا، مفيش مكان يعني الحريات، فكره ان انت بتؤمن بالحريات، الحريات معناها ان انا مش بس اسمح لك ان انت تمارس معتقداتك، ان انت كمان تسمح لي أكيد ان انا اعترض لو انا عايزه، يعني هي دي النقطه اللي هم مش قابلينها. حتى بمناسبه مصطفى محمد حصل نفس الموقف الموسم اللي فات مع اللاعب السنغالي ادريسا جانا جايه، ورفض بشده وتم استبعاده، كان مع فريق باريس سان جيرمان، وبعد كده مشي من باريس سان جيرمان، يعني ما كملش مع الفريق، فاعتقد ان ده كمان هيبقى مصير مصطفى، ولو في حال رحيله هيرجع لفريقه، طبعا هو منتقل لنانت اعاره من نادي جلطة سراي التركي. هي دي في برضه مشكله برضه بالنسبه لمصطفى، ان نادي نانت عايز يشتريه،
من نادي جلطة سراي يفعل بقى بند الشراء مقابل، بس نادي جلطة سراي رافض، يعني جلطة سراي طالب مبلغ 5,700,000، نادي نانت رافض المبلغ ده وعاوز ان المبلغ يتخفض شويه عشان يقدر يشتريه. هيبان يعني التوجهات العالميه والمستجدات اللي بقينا بنشوف ان هم في جهات وكيانات بل ودول في بعض الاحيان بتفرضها فرض على العالم على قد ما يقدروا. النوع ده من الاحداث، فكره سيطره افكار ومعتقدات معينه، البعض منها طبعا مخالف حتى للطبيعه، ناهيك عن انه مغاير لكل اللي جه في كل الاديان السماويه، فكره سيطره النوع ده من الافكار ومحاوله فرضها على العالم كله، الى اي درجه ممكن ينتج عنها مشاكل من النوع اللي تعرض له مصطفى محمد؟ انا بكلمك بقى هنا عن المحترفين العرب والمسلمين بشكل عام. طبعا هيبقى مشاكل كبيره جدا بالنسبه للمسلمين وحتى مختلف الأديان، يعني الموضوع مخالف للطبيعة تماما، فهيبقى في مشاكل كتيرة جدا. يعني التوجه غريب بصراحة في القارة الأوروبية، ويمكن ده هيسبب مشاكل للمحترفين العرب الفترة اللي جاية في فكرة ان هم يكملوا ولا لا، وخصوصا المحترفين المصريين. يعني يمكن في لعيبة عرب بيبقوا أصلا عايشين في أوروبا، وبيبقوا سواء المغاربة أو الجزائريين، فإلى حد ما دول يعني الوضع الى حد ما يعني متعايشين معاه، انما احنا هنا المشكله عندنا هنا هتبقى الامور صعبه بالنسبه للمحترفين المصريين جدا. فانا اتمنى يبقى في يعني يطبق الحريات فعلا، يعني كل واحد وليه حريته، كل واحد وليه وجهه نظره. يعني انا منطق غريب بصراحه ان هم بيتم خالص حاجه غريبه جدا. على كل حال احمد، خلينا نروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم وضيفنا العزيز جدا احمد اشرف الناقد الرياضي اللي لسه في ملفات كتير. طيب حديثنا اكيد لسه مستمر مع ضيفنا العزيز احمد اشرف الناقد الرياضي. احمد خلينا نخش بقى تاني ونرجع محليا، لان عندنا برضو كلام كتير جدا. احنا الحمد لله هذا الموسم نقدر نقول استعدنا لياقتنا مره تانية، استعدنا هيبتنا مره تانية. كان في دروب بسيط يمكن موسم ونص اللي فاتوا، لكن احنا قدرنا سرعان ما نعود، ومش بنعود بس عادي، نعود بقوه، وده كان باين جدا الحمد لله محليا وكمان افريقيا. فمحليا هل انت كده شايف ان الحمد لله الجاب كبير جدا، النقاط اللي احنا حاصلين عليها حتى هذه اللحظه، مطمئنه ان الدوري ان شاء الله يحسم للنادي الاهلي بكل الاشكال بكل الحسابات حتى هذه اللحظه، وبعد كده هنتقل معاك لافريقيا. اكيد طبعا يعني الدوري بشكل كبير، بس انا مش عايز اقول ان هو اتحسم، يعني لان ويمكن ده اللي يعني عايز اشكر مستر كولر ان هو موصل للعيبه دايما ان انا لسه ما حسمتش حاجه، وان انا باخد ماتش بماتش، لان فعلا يعني هو وفقا للمؤجلات والماتشات المؤجله وكده بالحسابات انا قربت قوي، بس لسه يعني لسه جايز اخسر نقط جاي. انت شفنا اكبر دليل على كلامنا ده الدوريات الاوروبيه المختلفه، يعني لسه الدوري الالماني دورتموند وبار ميونخ، وشفنا قد ايه كانت الكفه رايحه لدورتموند، شفنا قبل كده نابولي، وشفنا قبل كده ارسنال، يعني كل ده بيتغير في ثانيه. اكيد ارسنال كان ليه مباريات مؤجله ما كسبهاش، اتعادل في 3 مباريات متتاليه، خلى السيتي رجع وتصدر البطوله. ايه نوع المفاجآت اللي ممكن تحصل من وجهه نظرك فينتج عنها ان اليقين بان الموضوع اتحسم يبقى مهزوز الى حد ما؟ يعني دلوقتي عندنا مباراه النهارده مع سيراميكا، لازم الفوز، يعني لازم في حال التعادل او عدم الفوز يعني مش هتشكل ازمه، خصوصا الفريق الحمد لله متصدر، وفي نفس الوقت في عنده مباريات مؤجله كتير. بعد طبعا بعد التركيز على نهائي افريقيا وبعد نهائي افريقيا، الفريق عنده 6 مباريات، الاهلي عنده 6 مباريات في الدوري، خمسه في الدوري، عنده خمس مباريات في الدوري ومباراه في الكاس، 6 مباريات في 16 يوم فقط، ودي مشكله كبيره طبعا. الفريق مضغوط جدا بسبب المؤجلات الكتير وكده، يعني عنده يوم 22 الحرس، في 25 منتخب السويس، يوم 29 البنك الاهلي، وفي 3 مباريات متتاليه مع الاسماعيلي فيوتشر والاسماعيلي والاتحاد، يوم 2 و5 و8 7، في ضغط كبير طبعا. فالخوف ان الضغط الكبير ده ياثر على نتائج الفريق، الفريق يهتز، في نقط تقع، بس ما اعتقدش في ظل النظام الرائع اللي بيقدمه مستر كولر، يعني بحييك جدا، يعني مستر كولر هو سبب رئيسي من اسباب ظهور النادي الاهلي بالقوه دي الموسم ده.
رغم ان هم نفس اللعيبه اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت مع مستر موسيماني، كان في شويه مشاكل، لكن السنه دي مستر كولر ماشي بخطة ثابتة بسيستم كويس جدا. الحمد لله الحمد لله، ما فيش إصابات، حتى اللعيبة اللي كانت بتتصاب كتير الدنيا بقت كويسة معاهم جدا بسبب السيستم اللي ماشي عليه بالنسبة للحمل البدني والنظام الغذائي. صحيح، ده مأثر كتير بشكل إيجابي على الفريق، فليه التحية طبعا والجهاز الفني كله طبعا. ونتمنى بإذن الله أن الدوري يحسم بشكل سريع وقريب بإذن الله، وبطولة أفريقيا بإذن الله. النسخة دي من الدوري شفتها إزاي؟ يعني حجم المنافسة وحجم الندية اللي فيها يعني، ومستوى الفرق المختلفة في الموسم ده شفتها عاملة إزاي؟ يعني يمكن السنة دي أقرب شوية للسنين اللي الأهلي كان بيحسم فيها البطولة بدري أيام مانويل جوزيه طبعا. فالسنة دي إلى حد ما الأهلي كان بادئ بداية قوية جدا. أي نعم حصل شوية تعثرات في بعض المباريات اللي انتهت بالتعادل، لكن مع بداية الدور الثاني وتحديدا مع بداية السنة الجديدة، نادي الزمالك طبعا الدروب اللي حصل له وفقدانه نقط كتير، ده ساعد النادي الاهلي طبعا ان هو يركز. اللعيبه طبعا ركزت بشكل كبير جدا، ورغم ضغط الماتشات كان في كاس عالم انديه، كان في دوري ابطال افريقيا، لكن الفريق الحمد لله يعني ماشي بخطه ثابته ماتش بماتشه. طبعا شفنا اخر 13 مباراه النادي الاهلي بيكسب 12 ماتش وبيتعادل مباراه واحده دخل في مرماه هدف واحد فقط. فالفريق في تصاعد على المستوى الدفاعي وحتى على المستوى الهجومي، سجلنا في 13 ماتش 28 جون، ده رقم كبير جدا. طيب بص، انا عايزه اروح معاك شويه برضو ونتكلم عن الناشئين ونتكلم عن الاكاديميات المختلفه، لان ده ملف في غايه الاهميه، وناس كتير بتقول لك لو انا ما اهتمتش بده انا ما عنديش مستقبل كره قدم اصلا، مهما جبت محترفين واسماء كبيره وصرفت فلوس كتيره ودخلت رؤوس الاموال اللي انت بتتكلم عنها دايما، لو انا ما عنديش البيز مظبوط انا ما عنديش مستقبل. بتشوف ازاي تقييمك برضو يا احمد من وجهه نظرك، واكيد انت مطلع على العالم وكمان منطقه الخليج، لان هي بالمناسبه مهتمه جدا بموضوع الاكاديميات ده، وشفنا طفره حاصله هناك. الاكاديميات اللي عندنا بقواعد الناشئين المختلفه في الانديه المختلفه بتقيمها ازاي؟ ايه النواقص؟ ايه الايجابيات فيها؟ يعني بالنسبه للاكاديميات وكده، احنا يعني انا شايف ان المشكله فعلا هنا في مصر بالنسبه للانديه ما بتعتمدش قوي على الناشئين. يعني يعني مثلا عندنا مثلا النادي الاهلي، نادي الزمالك، الانديه الكبيره ما بقاش في اهتمام قوي بالناشئين، فكره ان انا صعد الناشئ للفريق الاول واعتمد عليه واديله. بس احنا عندنا كذا حد صعد قل شويه عن الاول، او قل شويه عن الاول، بتتكلم عن جيل مثلا حسام غالي وكده. يمكن احنا مشكلتنا برضو في مصر هنا المواهب قلت شويه، ودي ازمه كبيره قوي. برضو لكل فتره بيبقى لها معطياتها وبيبقى وراها اسباب معينه بتستدعي انك تاخد خطوه معينه او ما تاخدهاش. أكيد أكيد. لكن يعني المبدا نفسه لا، شفناه قبل كده اتحقق كذا مره، شفناه اتحقق، لكن مؤخرا انا شايف ان معدله هو اللي بالنسبه لك بطيء، يعني بطيء جدا، وفي نفس الوقت ظهور المواهب قليل. يعني دلوقتي في اكتر من نادي وفي الاكاديميات نادرا لما بنلاقي برضو مواهب بارزه قوي بتظهر، وقليلين جدا. يعني يمكن دي مشكله. ازاي؟ طب ليه ده حاصل واحنا في بلد معديه ال 104 105 مليون وكره القدم في ناس كتير بتتنفسها مش بس في الكوره؟ يعني ناهيك عن لعب كره في الشوارع والحواري والحاجات دي. يعني كان زمان الحواري لوحدها اكيد كانت مصنع او خط انتاج لابطال في مستقبلين في كره القدم. كان في كشافه، كان في عيون، يعني كان في كشافه، كان في عيون، كان في ناس بتنزل الشوارع، بتنزل مراكز طبعا. الشباب يمكن دلوقتي العمليه قلت شويه برضو. الفكر بقى ايه؟ ان مثلا الكابتن الفلاني عايز يوصي على الفلان علان كده، دي المشكله. انما كان في عيون، كان في ناس بتنزل وبتروح مراكز الشباب وبتروح الشوارع والحواري طبعا. في كل حته في مصر بتختار نماذج معينه وبتختار. يعني كان عندنا يعني ربنا يديله الصحه كابتن ميمي الشربيني، كان طبعا. تحت ايده ناس كتير بتنزل تروح، وكابتن ميمي الشربيني هو اللي اكتشف كابتن حسام غالي واكتشف كابتن عمام متعب. يعني دي برضو نقصانة شوية حتة الكشافة، الناس اللي بتنزل الشوارع تبص وتشوف مين ده اللي يقدر. أصلا أنا ملاحظ إن لعب الكورة في الشارع قلل قوي عن زمان. ما بقاش للأسف بقى التكنولوجيا وكده، مراكز الشباب والنوادي المختلفة، الأطفال الصغيرين، لا الأطفال بقى الموبايل عندهم أهم حاجة.
صح. يمكن جيل الثمانينات كله هو واول اخر الثمانينات تحديدا، اول التسعينات كانت اخر الاجيال اللي فيها لعب في الشارع والحاجات دي، بعد كده بقى خلاص يعني خالص. احنا كنا يعني اخر الجيل تقريبا. انا الجيل بتاعي كان اخر جيل. ده حقيقي والله. الجيل بتاعي اخر ناس لعبنا اولى وحاجات زي كده في الشارع. يمكن دي فعلا مشكله قلت، خصوصا بقى مع التكنولوجيا والتطور السريع في العالم كله، خلى الناس يعني اهم حاجه عندها الموبايل واللاب والسرعه اللي في الحياه بشكل عام، خلت الناس برضو مش مهتمه بفكره ممارسه الرياضه. في عالم كره القدم بشكل عام لو قارنت بين مثلا الثمانينات مثلا وبين الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، هتلاقي ان كان في زمان متعه اكتر، كان في نجوم اكتر، في لمسات فنيه من النوع اللي بتستحوذ على اهات المتفرجين اكتر بكتير قوي من دلوقتي، مع ان دلوقتي بقى في فلوس اكتر وبقى في صناعه، ده بقى اتقلب التجاره كمان مش مجرد صناعه. انا وجهه نظري في الحوار ده بسبب موضوع انديه الشركات يعني انديه الشركات، وبسبب ان انديه الشركات دي ما عندهاش جماهير، ده اثر كتير بالسلب على الصناعه هنا في مصر، على كره القدم في مصر، وعلى المنتخب بشكل عام. طب انت عندك الفرق اللي طول عمرها ليها جماهير عريضه زي الاتحاد السكندري والمقاولين العرب والمصري الى اخره، كان في تنافس كبير، وكان الملاعب والاستادات بتتملي جماهير، كان بيبقى فيه كوره اكتر، متعه اكتر، وشفنا الكلام ده من فتره قريبه، مش من بعيد يعني. انا شايف انديه الشركات من الاسباب الرئيسيه ان خلت الكوره في مصر قلت شويه. طبعا غياب الجماهير، يعني اللعيب برضو لما بينزل الملعب ومفيش جمهور حواليه ده هيتأثر، لو في جمهور حواليه بيأدي بشكل كويس. وشفنا النادي الأهلي لما بيلعب قصاد جماهير بشكل كبير، جماهيره بيأدي بشكل مميز جدا. شفنا في أفريقيا في مباراة الهلال السوداني، وفي مباراة الرجاء، وفي مباراة الترجي الأخيرة، وجود جمهور أثر بشكل إيجابي جدا على اللعيبة. صحيح. وشفنا الأداء بشكل رائع. فاللعيب المصري محتاج الجمهور، محتاج الجمهور بشكل كبير، محتاجين الأندية الجماهيرية ترجع تاني، يعني محتاجين نشوف المنصورة بلدية المحلة، محتاجين نشوف غزة المحلة في الدوري بشكل دايم، أسوان، الإسماعيلي، الإسماعيلي يعني بيمر بفترة صعبة الفترة الأخيرة، نتمنى النادي الإسماعيلي طبعا العودة بقوة وللأندية الجماهيرية كلها. بصوا الوقت بيجري يا احمد جدا، خلاص فاضل دقايق قليله، فانا عايزه استغل برضو ان احنا كنا في الفاصل بنتكلم عن كره القدم النسائيه، فخلينا برضو نروح للملف ده لان لسه احنا بعيد قوي. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، احنا بعيد جدا في هذا الملف، رغم ان الفيفا فرضت، ورغم ان بعض الانديه ابتدت تاخد يعني خطوات، ومنها طبعا النادي الاهلي. احنا عندنا طبعا اكاديميه كره القدم النسائيه في النادي الاهلي، وانا عملت تقرير هناك وعرضناه انا وكريم، كان جميل جدا، وفي باشن عند البنات، وفي طموح عند البنات، وعندنا محترفات مصريات في الخارج كمان في انديه كبرى. فالموضوع مش صعب ان هو يحقق. بالتالي دلوقتي بقى في قبول جماهيري كمان في فكره دخول المراه والفتاه لكل الرياضات، لان هم بيثبتوا نفسهم، حتى العاب القوه واصلين ليها بالبطولات والميداليات اللي هي الاولمبيه يعني. فشايف مستقبل الملف ده ازاي؟ يعني انا شايف المستقبل في خطوات ايجابيه، يعني انا شايف في خطوات ايجابيه الفتره الاخيره في تطور الكره النسائيه في مصر. اي نعم لسه مش ظاهر قوي، بس شفنا برضو منتخب الشباب في بطوله افريقيا، اي نعم النتائج ما كانتش قد كده، بس حقق نتائج، يعني الاداء الى حد ما في تطور. طبعا الالعاب الاخرى واخده حيز اكبر جدا جدا، وفي تطور كبير. شفنا النادي الاهلي في الكره الطايره، وفي كره اليد، وفي السله، تطور رائع للكره النسائيه. في كره القدم اتمنى ان كل الانديه يكون فيها فرق لسيدات كره قدم، سيدات في كل الانديه، ده محتاجينه جدا. طبعا هو دلوقتي العقلية حتى البنت ان هي عايزة تلعب كورة، وان هي تنافس الراجل في حاجة زي كده، لان دي المفروض ان هي دي لعبة رجالي، كرة القدم لعبة رجالي بشكل عام يعني هنا في مصر او في على المستوى العربي، يعني هي بقت رجالي يعني، بس ان انا اشوط كوره هي طول عمرها تبقى رجالي. ايوه يا عيني جابوا نفسه وبيتكلم بعفويه ومش واخد باله، يعني هيغرس في الراجل دلوقتي. لا هو بره طبعا ما فيش الكلام ده، بس رجالي بس قدامها استاذ. ايوه لا بس لا يعني مؤخرا وفي السنين اللي جايه مش هتبقى لعبه رجالي نهائي، هي بعد كده هتبقى نسائي، هتبقى رجالي وسيدات. واتمنى ان شاء الله المنتخب مصر وكل الانديه يبقى فيه كره نسائيه والمنتخب مصر التطور. احنا بنشوف نيجيريا والجزائر مكسرين الدنيا في السيدات هنا. بحكم تخصصك وبحكم عملك في النقد الرياضي اكيد بتتابع الدوريات العالميه كلها، وعينك اكيد بشكل عام
على صناعة كرة القدم في دول العالم المختلفة. احنا ليه الدوري بتاعنا مش حتى قريب من الدوريات اللي احنا كمصريين بنتفرج عليها بشغف زي الدوري الانجليزي وغيره؟ يعني في مشاكل كتير اقربها العناوين الرئيسيه على اقربها ماتش امبارح مثلا. يعني كان في امبارح مباراه في الدوري انبي وفيوتشر 25 دقيقه والفار باظ. ايه اللي حصل ده صحيح؟ ايه الموقف ده؟ موقف غريب يعني جدا. ايه الفار يعني ما ينفعش ماتش يبدا غير ما يبقى الفار متشيك عليه. ما فيش حاجه حصلت كده. اول مره اسمع ان في مباراه بتتلعب قعدت ثلاث ساعات ونص ماتش ابتدى لحد بالليل خلص الدكتور الصبح. ففي انا شايف في اهمال في المنظومه كلها بشكل عام. المنظومه كلها محتاجه يعني انا شايف المنظومه كلها لازم تشوف النادي الاهلي مثل وقدوه بصراحه. والمنتخب يعني مش مجامله. وضع المنتخب ووضع الخطوات اللي اتخذت في الفتره الاخيره في اخر شويه شهور كده تجاه تظبيط الامور في منظومه كره القدم المصريه وبين قوسين بصفه خاصه المنتخب، شفت اي تطور الفتره الاخيره؟ انا شايف في تطور من الناحيه الفنيه. يعني التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا كان سبب رئيسي من اسباب ان المنتخب مؤخرا بدا يقف على رجله، وشفنا ده في المباريات الاخيره في تصفيات امم افريقيا، شفنا ده في ماتش بلجيكا. الاداء اختلف. الراجل بيتابع الدوري بشكل كويس وبيجيب لعيبه من كل الانديه، ما بيجيبش من الاهلي بس او ما بيختارش من الزمالك بس او من بيراميدز بس، لا بيشوف كل الانديه. شفنا لعيب زي محمود حماده لاعب فاركو بيأدي بشكل كويس. بنشوف برضو في كلام ان تجميع بقى العناصر دي في معسكرات وقت كافي قبل اي ماتش مهم، لان بحس ان هما اللعيبه دي بتتلم قبل الماتش المهم من دول بكام يوم. يعني وده مش صح في حاله منتخب زي منتخب مصر. هو ده يعني سيستم في العالم كله، فكره ان قبل بيبقى في توقف دولي قبل المباريات سواء التصفيات او حتى البطولات الجماعيه، بيبقى المعسكر اللعيبه لسه خارجه من الانديه بتاعتها بيبقى المعسكر مش كبير يعني، بس كتر المعسكرات بشكل عام بيبقى في حاله من الانسجام. وفي نفس الوقت ده شغل المدرب. المدرب لما بيختار مجموعه معينه بيعتمد عليها بشكل دايم، اللعيبه بيحصل انسجام مع الوقت بينهم. طبعا شفنا المنتخب الفتره الاخيره الاداء اختلف، الاداء اتطور جدا، المنتخب بيأدي بشكل كويس، واتمنى ان هو الاستمرار على ده. عندنا في مباراه غينيا يوم 14/6 في المغرب، ان شاء الله باذن الله المنتخب اعتقد محتاج نقطه ويصعد امم افريقيا، ان شاء الله يفوز ويتاهل ان شاء الله. واعتقد ان منتخب مصر يعني ماشي بخطى كويسه، المنتخب الاول طبعا. اتمنى منتخب الاولمبي ليه التوفيق في امم افريقيا ال 23 سنه مع روجيرو ميكالي، نتمنى له التوفيق. المنتخب مميز وعنده عناصر مميزه جدا، ومنتخب الشباب نتمنى له الفتره الجايه الافضل يعني ان شاء الله. احمد نورتنا بجد، بنشكرك جدا. شكرا ليك. شكرا لحضرتك. شكرا استاذ كريم. وانا اسعد والله بوجودك. نورتنا وشرفتنا. وطبعا الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله.